من رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد نهاد، أهلا بك معنا على شاشة الغد. عندما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس، عن أي تنازلات كان يتحدث؟ صباح الخير وتحياتي لكم وللمشاهدين. يعني هذا جزء بسيط جدا 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 من الحقيقة، ويخفي أن يعني صحيح يعني هو قول فيه جزء من الحقيقة، وتحديدا استعداد إسرائيل للسماح بعودة النازحين إلى أماكن سكنهم في شمال قطاع غزة. هذا هو التنازل الرئيسي الذي قدمته إسرائيل من خلال ما ورد في المبادرة المصرية التي أخذت جوهر المبادرة الإسرائيلية بابتعاد الجيش الاحتلال عن شارع الرشيد والتوجه شرقا إلى نحو طريق صلاح الدين أو الطريق يعني الشرقي لقطاع غزة، فهذا سيمكن النازحين غير المسلحين هكذا النص من العودة إلى أماكن سكنهم. يعني رفعت إسرائيل تحفظا رئيسيا عن أحد القضايا الخمسة الرئيسية التي كانت تطالب بها المقاومة، لكن بلينكين بلا شك يتجاهل معظم الحقيقة، وهي ما يصرح به يوميا بنيامين نتنياهو وما يقوله كثير من الساسة الإسرائيليين بأن من يعطل الصفقة هو نتنياهو وليس حماس. حماس قالت ببساطة أنها ستدرس الاقتراح وتقدم ملاحظات تعديلية عليه. حماس كانت متنبهة وتصرفت بشكل حكيم وذكي إلى حد كبير، لأن نتنياهو كان يراهن على أن ترفض هي المبادرة بسبب عدم النص على وقف اطلاق النار، وبالتالي يريح نفسه من عبء الرفض. لكن لم يعني حماس فوتت عليه هذه الفرصة ولم ترفض المبادرة، قالت سندرسها ونقدم عليها تعديلات. فبالتالي بلينكين أعتقد أنه للمرة الألف ربما هو ومسؤول الإدارة يواصلون انحيازهم المطلق لإسرائيل، يغضون النظر عن حقائق دامغة الكل يشهد بها، وهي أن نتنياهو هو الذي يعيق التوصل إلى صفقة. هذا قاله وزراء في المجلس الحربي، قاله أعضاء بالوفد المفاوض، قاله محللون وكتاب وجنرالات كثر، وزعيم المعارضة يئر لبيد اليوم يعني أيضا هو التقى في بلينكين وأشار إلى مسؤولية الحكومة. وكل إسرائيل تتحدث أنه على إسرائيل أن تختار إما عودة الأسرى أحياء أو اجتياح رفح، لكن نتنياهو ما زال مصرا على اجتياح رفح. يعني لا يبدو بلينكين يوجه أي انتقادات أو ملاحظات على بنيامين نتنياهو سواء في هذه الزيارة أو في زيارات سابقة أستاذ نهاد، بعكس باقي السياسيين الإسرائيليين، وكأن بلينكين إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. يعني لا نعلم، ربما في الغرف الداخلية ربما يوجه ملاحظات يعني من هذا القبيل، لكن علنا في التصريحات العلنية هو والرئيس بايدن. حتى الرئيس بايدن قال الموضوع الآن عند حماس، يعني لم يقل أن الموضوع عند الأطراف، لم يقل أن يعني، وللأسف أنه يعني يمكن لكل مصر نفسها يمكن أن تحدد بالضبط من الذي يعيق المبادرة حتى الآن. كما تسرب من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يعني بلينكين قال أنه لا يدعم عملية مثل رفح ويشدد ضرورة إبرام الصفقة، تحدث عن ضرورة إبرام الصفقة ولوح بإغراءات لإسرائيل، بمعنى أنه هو الولايات المتحدة سوف تدعم الجهود للتطبيع وإدماج إسرائيل في المنطقة وما إلى ذلك. لكن لا أعتقد أنه يعني يصرح أو يمكن أن يقول أنه سيضغط على نتنياهو لاتخاذ أي قرار. نتنياهو يبدو هو الأكثر تطرفا في هذه المعادلة، وهو الذي يؤلب وزراء اليمين المتطرف بن غفير وسموتريتش على إطلاق تصريحات تصعيدية من قبيل أنهم يهددون بفرط الحكومة، يعني وكأن نعم. نتنياهو يقول أن مصير حكومته هو مرتبط بالموافقة أو عدم الموافقة على الصفقة. ولذلك أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تلجأ إلى التلويح بأي ضغط، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية تواجه حرجا شديدا في الداخل الأمريكي. نعم. هذه الثورة الطلابية العارمة التي طبعا لا يمكن أن تنتهي باقتحام الشرطة لا لجامعة كولومبيا ولا لكاليفورنيا، هذه مظاهرات يعني واحتجاجات وموجة من الحراك الذي لم يسبق له شبيه إلا بأواخر الستينات أثناء الاحتجاجات الطلابية على الحرب في فيتنام. يعني أكثر من 55 عاما
عادت هذه الثورة المتجددة لتترك أثرها ليس فقط على معادلات السياسة الأمريكية، بل حتى تكشف طبيعة هذا النظام الأمريكي وقيم الحرية التي هي قيم رئيسية. كما نذكر ونعرف أنه التعديل الأول في الدستور الأمريكي وهو الأهم هو موضوع الحرية، حرية الرأي والتعبير. هذه الحرية باتت في على طاولة يعني الشك والبحث، هل هذه الحرية تنتهي حين يرتبط الأمر بانتقاد إسرائيل أو إظهار الدعم لفلسطين؟ وأين ذهبت كل المقولات الأمريكية والملاحظات الأمريكية التي تطلق على أي انتهاك لحرية الرأي والتعبير والديمقراطية، إن وقعت في روسيا أو في إيران أو في الصين أو في فنزويلا، لكن حين يكون الأمر مرتبطا بإسرائيل يعني ترتلع لسانها الإدارة الأمريكية وتنحاز بالمطلق وتقمع حتى أساتذة الجامعات وطلاب الجامعات وتحاول وصمهم بدمغة إنهم إرهابيين على سبيل المثال أو إنهم تحركهم منظمات إرهابية. نعم. طبعا هذا كلام فيه يعني استهانة واستخفاف وإساءة حتى لأساتذة بروفيسورات نحن عرفناهم بالاسم وشاهدناهم بالصور، وكثير من الحالات الأمريكية الصرف ليسوا فلسطينيين ولا عرب ولا مسلمين ولا حتى من المتضامنين، هم أمريكيون أقحاح يعني كما نقول باللغة العربية، وبالتالي وبعضهم يهود وكثير منهم يهود، رفضوا المزاعم بأن هؤلاء هم معادون للسامية أو أنهم يكرهون اليهود أو طيب. ما إلى ذلك، هذا حراك أمريكي خالص. بما أنك فتحت القوس في هذا الموضوع أستاذ نهاد، هناك أنباء تفيد بأن الكونغرس الأمريكي ينظر في مسألة توسيع ما يسمى بقانون معاداة السامية، وربما قد يشمل هذا الأمر ما يجري الآن في الجامعات الأمريكية، بالتالي نسأل عن مصير هذه الاحتجاجات إذا ما شرع قانون جديد. طبعا يعني هذا وارد يعني وهذا جرى سابقا في بعض الولايات على كل حال الأمريكية التي ربطت انتقاد إسرائيل بمعاداة السامية ومعاداة اليهود، علما أن أكثر من ينتقد السياسات الإسرائيلية هم الإسرائيليين أنفسهم. يعني نحن نستمع يوميا ونقرأ ونتابع ما تقوله الحركات السياسية الإسرائيلية المختلفة وما يقوله الكتاب الذين يتهمون الحكومة الإسرائيلية بأنها ترتكب جرائم وأنها أن نتنياهو يعرض حياة الأسرى للخطر، وينتقدون السياسة الإسرائيلية ويعتصمون ويواجهون هذه السياسة الإسرائيلية. وهناك بالمناسبة في الولايات المتحدة يمكن أن نعدد عدد كبير جدا من اليهود المعارضين بكل مبدئية ويعني وجذرية للسياسة الأمريكية، أبرزهم هو السيناتور المعروف بيرني ساندرز الذي هو أصلا يهودي. لدينا مثلا المفكر المعروف ويعني مبتكر علم اللغويات اللينغويستكس اللي هو نوعم تشومسكي، هناك بروفيسور مهم جدا اسمه أيضا اسمه نورمان فينكلشتاين. كثير من الشخصيات الأكاديمية والثقافية والسياسية الأمريكية المعارضة للسياسات الإسرائيلية أو لسياسات الإدارة الأمريكية في دعم إسرائيل هم من اليهود. طبعا هذا له أسبابه، أولا لأنه التيار الواسع في اليهود الأمريكيين هو من الحركة والإصلاحية وليس من التيار الأرثوذكسي المتشدد الذي يعني على شاكلة بن غفير والأحزاب الدينية، بل هم إصلاحيون يعني ينظرون لليهود بطريقة مختلفة. ثانيا هم يرون أنه لا يحق لإسرائيل أن تقرن هذه الدين اليهودي بهذه الجرائم، يعني هم يسيئون لليهودية من خلال اقتراف هذه الجرائم والقمع الشعب الفلسطيني والمنطق الحربي والمنطق العدواني تجاه كل دول المنطقة. هم يقولون لا تقرنوا هذه الجرائم باليهودية ولا يعني تسيئوا لليهودية من خلال هذه الجرائم. ولذلك هذه المحاولات الأمريكية يمكن أن تتابع إما بشكل جماهيري من قبل من يتأذى بها من الأوساط الديمقراطية واليسارية والليبرالية الأمريكية، ويمكن أيضا أن تتابع في أروقة القضاء سواء الفيدرالي أو الخاص بالولايات، كل ولاية على حدة. خرجت مظاهرات في الولايات المتحدة قام بها يهود ضد الحكومة الإسرائيلية وضد هذه الحرب، بالتالي كيف يعقل أن توجه مثل هذه الاتهامات إذا ما وجهت اتهامات معاداة السامية ليهود؟ هذا من الأشياء فعلا الحقيقة يعني التي تفند كل هذه الادعاءات. في الولايات المتحدة هناك عدة تيارات عاملة في وسط اليهود، هناك مثلا الإطار
الذي تمثله اتحاد المنظمات الأمريكية اليهودية آيباك، هذه موالية لإسرائيل وللصهيونية، لكن هناك أيضا إطار موازي وهو مهم جدا يسمى جي ستريت أو جويش ستريت، وأيضا هناك مجموعة الصوت الحر التي هي أكثر ليبرالية وراديكالية في مواجهة السياسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى جماعة ناتوري كارتا وهي جماعة متدينة ترفض الصهيونية لأسباب دينية وتعتبر أن فكرة الوعد الإلهي وأرض الميعاد هي فكرة ربانية وليست فكرة سياسية يمكن لبن غوريون أو بنيامين نتنياهو أو أي سياسي آخر أن يجسدها بمعزل عن مشيئة الرب، يعني هي نظرية دينية متكاملة، ولذلك نراهم هؤلاء وهم متدينون بشدة يحملون الأعلام الفلسطينية ويرفعون شعارات تقول أنهم يؤيدون الفلسطينيين. وهنا بالمناسبة كان الرئيس الراحل ياسر عرفات يولي هذه المجموعات اهتماما كبيرا، إلى درجة أنه عين مسؤول هذه الطائفة في القدس وزيرا في الحكومة الفلسطينية ولهم تمثيل في المجلس الوطني الفلسطيني، وبالتالي هم يقولون أنهم ضد الصهيونية. فإذا الادعاء بأن أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية أو لسياسات الاحتلال هو معادلة سامية، هذا يعني لا يصمد أمام الفحص ولا أمام المحاكم ولا أمام الوقائع العنيدة، لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا حتى هنا في يعني فلسطين المحتلة.